رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أجيب جروب. لا تنسون لايك وشير سبسكرايب وتكتبون كومنت. اليوم راح أجي لكم فيديو جديد، واليوم راح يكون فيديو أسئلة من رمضان. رمضان راح نسوي فيها وايد حلقات ونجيب ضيوف ونسأل مسألة، لكن اليوم جت على خاص انستغرام بالخاص كلام، فسألت وايد أسئلة كان معانا علي اليوم، فبوطل لكم مقدمة. بترككم مع المقطع بشهادة ممتعة، ها خليكم مع المقطع. طبعا المقطع أنا سويت حلقة أولى منه مع أحمد، اللي ما شافه يروح يشوفه بعدين يشوف هذه الحلقة الثانية بشهادة ممتعة. يلا ما بطول عليكم، خلنا نبدي. شوفوا انا الحين دزيت مني عندي يلا دقيقة اصبر دزلي فويس، قل والله ما راح ارس، دزلي كلام قال لك اقسم بالله ما راح ارس. ف يعني ما راح يغش من جوجل، ما راح يغش من ولا شيء. الاسئلة الحين موجودة، ف يلا نسأله. اول سؤال رجل جملته، عندك 30 ثانية من أول ما يطلع لي سين النشافة. شوف الحين راح يطلع لي سين النشافة، يلا بسرعة، عندك 30 ثانية يا أخوان، بسرعة قاعد أحسب 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18. بس جاوب غلط، خلاص بس بعد ان كان عنده وقت، بس هو جاوب انه قال الخميس غلط. الجواب الاثنين. سؤال صعب شوي لوزي، ولكن اوكي يا علي. اللي بعده، أول مقطع قناتي شنو كان؟ كان عنوانه 3 دقيقة، خلنا نكتب 30 ثانية، ترى 30 29 28 27 غلط. اول مقطع قناتي كان اسمه جيم فور تنايت. اللي بعده يا اخوان، ما هو اسرع حيوان بالعالم؟ بسم الله يلا، 30 29 28 27 كائن حي له 5 عيون، فما هو؟ 30 ثانية بسرعة، 30 29 28 27 26 25 بدون غش، 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 نفس جو غلط. النحلة جواب. الحين هو انت سؤال واحد
صح، ثلاث غلط. اللي بعده، صلاة بدون ركوع وبدون سجود وبدون وضوء ما هي؟ بسرعة، 30 ثانية، 30 ثانية بسرعة. 30، 29، 28، 27، 26. غلط. الجواب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. غلط يا اخوان، لما نصلي على الرسول ما نتوضى ولا هذا، بس نقول اللهم صل وسلم بارك سيدنا محمد. القم حكي اللي بعده، اللي بعده. القم شخص مثل ريال مدريد، لا دقيقة، ريال مدريد كلاعب ومدرب ورئيس، من هو؟ 30 ثانية بسرعة. الجواب هو سانتياغو برنابيو، هذا الملعب بعد سموه باسمه. بسرعة، 30، 29، 28. غلط. سانتياغو برنابيو. اليوم بعده، أول فيديو بقناتي كان شنو؟ فيفا أو فورت؟ إي سموه. حين نجاوب عليه على هذا، قاعد يقول إن هذا ملعب. إيه هو ملعب، لأن فوق هذا سموه على اسمه ملعب عشان ترى. صح. خلينا نكلم على هذا. هذا أدري ملعب، هو من كثر ما مثل الريال بكل شيء سووا ملعب باسمه. اللي بعد، قريب نخلص الأسئلة. من هو بطل كأس العالم 2018؟ الجواب فرنسا. من هو بطل كأس العالم 2000؟ لا مو شي 2000 محمد، 18. 30 ثانية بسرعة. 30، 29، 28، 27. صحيح. اللي بعده، أعلى فيديو بقناتي يا أعلى فيديو بقناتي يا مشاهدات، شنو اسمه؟ أعلى فيديو بقناتي يا مشاهدات، شنو اسمه؟ اسمه شي صح؟ لا اسمه شي اسمه. بسرعة، 30 ثانية. 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24. غلط.
فيديو اسمه فور فيديو اسمه فور تنايت مونتاج ياب 700 اتوقع 750 ياب 750 مشاهدة ما شاء الله. سؤال اللي بعده، في اي عام تأسس اليوتيوب؟ ياب انت تأسس اليوتيوب اي عام؟ بسرعة، 30 ثانية، 30 29 28 27 دقيقة، خلنا نحط له خيارات ونوقف الوقت. وصلنا عند 27 لا شلو موتي 2003 2003 2000 لا مو كذي 2004 2005 يا 27 26 25 24 صحيح. حلو، جبت أجوبة صح وغلط. جيجي يا وحش، جيجي يا وحش. بس شباب أتمنى عجبكم مقطع اليوم صراحة، يعني في تعب شوي بالمونتاج، ما تشوفوا المقطع شوي نزل متأخر يعني تقريبا دشينا اليوم بعده، ولكن والله سهران وتعبان بالمونتاج وصار وايد اشتغل المقطع. الحلقة الجاية راح تكون من تحدي الأسئلة جدا راح تكون حلوة، وترقبوا المقاطع الجاية. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. صياما مقبولا وافطارا شهيا، وبس صوموا يا اخوان وصلوا يعني اكثر ما ادري اشياء هذا شهر الخير، سووا اشياء وادعوا وان شاء الله اشياء تصير، يعني الدعوات برمضان مستجابة. فبس اتمنى عجبكم مقطع اليوم، لايك واشتراك. هل عجبتكم فكرة ان تكون على الخاص؟ الحلقة الجاية ما راح تكون على الخاص، ولكن هل عجبتكم؟ اذا عجبتكم الحلقة الجاية تكون على الخاص. بسرعة اكتبوا لي تحت بالكومنتات عشان قبل لا اروح اصور الحلقة الجاية، لان على طول راح نصورها يا اخوان، عشان على طول بسرعة نحطها في عملية المونتاج، لان انا اطول كثير في المونتاج، اخذ وقت وايد عشان شي ما اترنح على المقطع، شي اقعد اعيده مليون مرة واعيد ومنتجم، اقعد وايد على المونتاج. فبس اتمنى عجب المقطع اليوم، لايك اشتراك. حساب الفنون لايف توني فاتحة، يعني صار لي شي 3 ايام فاتحة، ابث بشكل شبه يومي، مو يومي اكيد، شبه يومي. اوكي، فبس تابعوني هناك تحت، تلاقوني تحت بالوصف، وحسابي في انستغرام تحت بالوصف. اذا ما حطيت بالوصف اكتب التعليقات وين الوصف في انستغرام او نون لايف، وعلى طول راح اشوف تعليقك واحط لك قلب، وراح اكتب لك ارد عليك بالريبلاي، واحط لك الحين احطهم، راح اروح احطهم اذا نسيتها، اتوقع ما انسى. فبس مع السلامه.